الأسبوع الثاني في صوم منحة أمنا حضر الرب يخلص النهاردة الخميس، ومعادنا مع القديس بولس الرسول تحت شعار الحاجة إلى واحد. وده فعلا ينطبق عليه بقى الحاجة إلى واحد، لأن الواحد ربنا يسوع المسيح هو اللي ظهر له وافتقده وقال أريه كيف يتألم، ينبغي أن يتألم من أجلي. مع قدس أبونا حبيبنا كرولوس فرج ربنا يديم كهنته ومحبته، ناخد تأملات في حياة القديس بولس. اتفضل. حليني يا ابونا. بسم الله الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين. بنعمه ربنا زي ما قدس ابونا قال، معادنا النهارده مع القديس بولس الرسول. بس الاول نقول كل سنه وحضراتكم طيبين، ونشكر محبه ابائي الغاليين على دعوتهم الجميله النهضه بتاعه الست العذراء اللي كلنا بننتظرها كل سنه، ربنا يبارك فيها ويبارك في الكنيسة ويبارك في أبائي ويحفظ كهنوتهم. القديس العظيم بولس الرسول، يعني هنقول إيه عليه في نص ساعة، لكن تعالوا بنعمة ربنا كده، ربنا يدينا نعمة، لازم ربنا يدينا نعمة خاصة إن إحنا نقدر نغطي جوانب من حياة القديس بولس في الفترة القصيرة دي. تعالوا نطلع رحلة، رحلة مع بولس من ساعة ما ربنا قبله أو من ساعة ما نقدر نغطي لآخر حياته. طبعا صعب قوي في نص ساعة ولا 40 دقيقة ولا 50 دقيقة نعمل الكلام ده، لكن مين هو بولس الرسول؟ من هو بولس الرسول الذي كان قبلا يدعى شاول الترسوسي؟ هو الرسول بحسب الإنجيل الـ13، هو الرسول اللي ما السيد اللي ما سمعاني الشيخ قال للست العذراء الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم. هو بقى الراجل بتاع الأمم، ربنا حفظه للأمم، ألمع شخصية في الكتاب المقدس بعد الرب يسوع المسيح. تلاحظ حياة بولس مستمدة من حياة المسيح، بتقدرش تفصلهم عن بعض. يعني بتبص على حياة بولس تحس إنه فعلا قدر يوصل لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيا، فعلا وصل لها وعاشها وكتبها. عشان كده قال كونوا متمثلين بي كما أنا بالمسيح. أكتر واحد تشبه واستوعب وهضم وعاش كلام المسيح هو بولس الرسول. هو القوة الفعالة، الدينامو بتاع العصر الرسولي، هو الدينامو. عشان كده تلاقي سفر أعمال الرسل من أول إصحاح 7، الأول 7 إصحاحات يبتدي 7 إصحاح يسلط كده من ساعة استفانوس للآخر، تلاقي بولس الرسول هو واخد كل المساحة. بولس العظيم كان دايما معتمد على أهم حاجة في حياته، ويمكن هو اللي أظهرها لنا وكشف لنا النعمة وعمل النعمة. كناش نسمع عن النعمة دي قبل كده، لكن بولس بمنهجه وبلاهوته اللي كشف فيه النعمة في حياة المؤمنين، واتكلم كتير جدا عن النعمة. أكتر حاجة نحبها في القديس العظيم بولس الرسول إنه فهم نفسه وفهم علاقته بالمسيح. كان علاقة غريبة جدا جدا، لعلها ابتدت وهو عنده 33 سنة في الطريق لدمشق. كان عنده بالضبط 33 سنة لما السيد المسيح ظهر له وحول بولس الرسول الحكاية اللي احنا كتير كلنا عارفينها. يكفي بولس فخرا انه كتب من ضمن 27 سفر بتاع العهد الجديد، كتب لنا منهم 14 89 إصحاح من 260 إصحاح اللي في العهد الجديد. يبقى هو كاتب تقريبا 40%، لما تحسبها كده بالورقة 40% من العهد الجديد كتبه معلمنا بولس. كتب معظم رسائله في السنة 50 في القرن للكنيسة في خبرة لا تفنى، ما تقدرش تعمل قداس إلا ما تقرأ البولس أو القراية،
وتقرا الابراكسيس وكله غالبا بيبقى عن حياه بولس وسفرياته وتبشيره ورحلاته. فالكنيسه في القداس له جزء مهم جدا معلمنا بولس رسول. وجوه ابونا بقى بيصلي بيقول صلاه حلوه، حته صلوه كده ما بنسمعهاش، لكن ابونا يقول ايه: يا رب يا من دعوت بولس هذا الذي كان طاردا اناء مختارا، وكما تشبه بك يا ربي رئيس الحياه اجعلنا احنا كمان متشبهين بك. دي صلوه دايما، والشعب بيسمع البولس ابونا جوه بيقعد يقول له: يا رب افتح قلوب الناس وخلينا نبقى شبه بولس كما تشبه به. حياته جزئين، جزء اولاني، جزء الاولاني ده كان الاعداد. تقول لي يعني كل القصه بتاعته في الفريسي ده كان كل ده الاعداد، ده كان ده كل ده لانه ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجلي. ربنا يقعد يعد الانسان كده، قاعد يعد فيه 33 سنه قبل ما ينزله الى ساحه الايمان ويبقى بطل من أبطال، أو يمكن من أعظم أبطال الإيمان. أهم في نقطة في حياته هو لقائه مع السيد المسيح اللي اتكلم عليها سفر أعمال الرسل 3 مرات. أهم يعني ده هو يفتخر جدا بحياته. وعاش دايما كان حاسس إن هو عشان ما ربنا ما اختاروش زي باقي التلاميذ، فكان دايما عنده يدافع عن رسوليته، يدافع يقول أنا مش جاي من نفسي، أنا ربنا هو اللي اختارني. دايما كان في كل رسائله يضغط على الحتة دي، وكأنه بيقول يا جماعة أنا فعلا رسول. منهجه في الكتابة غير مناهج كل الإنجيليين والبشريين والأرسل الآخرين. منهجه تبشيري، تبشيري، كله رحلات، كله برا أورشليم، كله خبرة سفر، كله ضيقات، كله اعتماد. عشان كده كان مسنود لما انت تتسند على حاجة ما تبقاش قادر تتسند قوي تطل، لكن هو عشان كان ظهره مكشوف بيطلع في حتت ما سمعتش ابدا عن حد. فالانسان لما يترمى كده زي ما نسميها كده ايه، ورا خطوط العدو، فكل اعتماده بيبقى على مين؟ على النعمة وعلى عمل ربنا. عشان كده قدر يكتشف الحتة دي ويعيشها، وخبرته يعني خبرة كبارة جدا. تشوف حياة بولس كده وتسمع كأنك بتسمع سيمفونية جبارة جدا، عالية وواطية وفيها اضطهاد وفيها نعمة وفيها مكسب وفيها خسارة وفيها فوق. جبار بولس الرسول، ممتع جدا جدا القديس بولس الرسول. في بولس الرسول كمان نقول عليه انه كان يعتبر منهج الألم جزء لا يتجزأ من المسيحية، ودي حاجة لازم احنا في تعليمها نقدمها وما نخبيهاش ونظهرها ونضغط عليها وما نخبيهاش وما نخافش. يوم ما نخاف ان احنا نظهر الألم كجزء مهم جدا في الكوريكولم المسيحي، يبقى احنا بنخبي الصليب، يبقى احنا بنخفي الصليب، يبقى احنا بننكر قوة الصليب. بالعكس، ده يقول افرح في ألامي، يقول ليها اشتهاء أن أنطلق، ليقول ليها الحياة المسيح والموت ربح، يقول أصر بالضعفات والضيقات والضرورات، يقول وأعرف هو قوة قيامته، وأقول بأما أنا فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب يسوع. إيه ده؟ إيه كل العمق ده؟ يقول لك ده نشان على صدري، ده نشان على صدري. عشان كده النهاردة الحتة دي لازم تبقى واضحة في حياتي الداخلية وفي حياة الكنيسة، تقدمها وما تتكسفش وما تخافش عن إن هي بتخبيها للولاد يجروا من أبداً. ده هي دي عمق قوة الجذب في المسيحية. قضى جزء كبير جداً من حياته، قبل ما نخش في العمق الوقت احنا بس بندي له مين هو بولس كده بسرعة كإنتردكشن، إنه احنا مديونين له على فكرة، إنه في فترة بعد ما السيد المسيح صعد وبعد ما ابتدت المسيحية دخلت حركة تهود خطيرة جدا جدا كانت سوف تنهي بالمسيحية لحركة غريبة جدا، لكن ندين ببولس العظيم انه دافع بشراسة في كل تعليمه وفي كل كتاباته عن الحركة دي، التهود والناموس، ورجعنا تاني وطلعنا من الناموس الى النعمة.
هي دي كانت الباب اللي دخل منه بولس العظيم الرسول. فاحنا مدينين له. وتاريخه بقى في اعداده ان هو عبراني، ان هو يجيد الأرامية، ان هو يهودي، ان هو فريسي وتغلمز على تحت رجلين اشهر معلمي اورشليم في الفتره ده. كان في مدرستين والراجل ده كان اشهر مدرسه فيه، وكانوا كده يقعدوا يسمعوه كده. وعشان يبقى في النهايه هو فريسي كان يقول لك لازم يحفظ 670 قانون ظهرا عن قلب، تحفظهم كده زي ما نجيب النهارده 670 قانون في اللو كده، يجيبوا القاضي يحفظهم ويعرف التفسير والتدابير والتحاوير بتاعتهم، فعشان في الاخر يقول خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه. ده يعني ساب كتير قوي 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 قوي، ساب فوق ما نتخيل، لكن بالنسبه له الحاجه الى واحد، وترك كل شيء كل شيء لكي ما يربح المسيح. وكان فخور بالحته دي في حياته. كلماته كتيره جدا بولس الرسول، هنوقف على ايه ولا ايه، بس اعتقد الدافع بتاعه في كل ده كان ايه؟ حب ربنا، حب للمسيح. يبتدي يتكلم، امسك اي رساله، يبتدي في المنهج بتاعه، يبتدي في اللاهوت بتاعه، يبتدي في الخط بتاعه، وفجاه يقول المسيح. اي واحد تاني هيكمل، بولس بقى اول ما اسم المسيح يجي ينسى الدنيا وينسى اللي بيكتبه وينسى نفسه، ويبتدي بقى يتكلم عن المسيح. ليه خد نص صفحة كده في كلامه؟ الذي عمل، الذي سوى، الذي فيه، الذي سيرفعنا، المحبوب. وبعدين يفتكر ده أنا كنت بتكلم على، ويرجع تاني. فدايما تلاحظ في منهج بولس أول ما تيجي سيرة المسيح ينسى الدنيا واللي فيها واللي كتبه واللي راح واللي جاي. إيه ده؟ إيه الحب ده؟ بولس داب في المسيح والمسيح داب في بولس، هي كده يعني، من كتر حبه في المسيح داب دوبان كده. عارف لما تحب حد قوي 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 فوق ما تتصور، تقعد تفكر فيه ليل ونهار، وفي كلامه وفي أفعاله وفي تصرفاته وفي هو كان كده بولس. عشان كده ربنا اداله بقى ايه أجمل حاجة ممكن يديها له في بدايته. اداله ايه بقى في بداية حياته؟ اداله الألم. قال لك سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. تخيل بقى أنت تحب ربنا قوي كده، وربنا يقوم يديلك إيه؟ الأعلى عطية. عشان كده هو كتب عنها، كتب عن الألم كتير كده، إن إحنا من أجل اسمك نمات كل النهار، مش كده؟ يقول لك شركة ألامه، دي حاجة جميلة جدا، حسن لا تؤمنوا به فقط ولكن أن تتألموا من أجله. فكان بيعتبر إن الألم ده ربح في حياة الإنسان المسيحي. بولس حبه للربنا كتير قوي. عشان كده دايما أقول إيه، لما تحس بكده بالحرارة الروحية بتاعتك هديت شوية، افتح بولس وقعد اقرأ فيه، تلاقي نفسك كده سخنت، تلاقي الحب بتاعه معدي. عارف لما تقعد في وسط مجموعة كده، والمجموعة دي تقعد تهرج وتقول نكت وتحكي حكايات، ودينه تطلع بارد وفاتر، أي من مجلس اسمه بيسموه كده إيه؟ مجلس مستهزئين. ليش دعوة بيه ده؟ ده المزمور أولاني يقولك ما تقعدش فيه. تروح بقى تقعد في وسط مجموعة كده، أقعد في وسط مجموعة حلوة، قاعد تتكلم عن الحب والخدمة والصلاة والإنجيل وبولس، وتلاقي نفسك قمت كده عايز تروح تصلي، عايز تطلع تخدم، عايز تفتقد. هو كده بولس، معدي، معدي في الحرارة الروحية. في حياته مشى على رجليه 16,000 كيلو، تخيل بقى 10,000 ميل مشي، 10,000 ميل، الميل 1.6 كيلو، 16,000 كيلو يمشيهم بولس على رجليه، ده غير البحر، ده غير الرحلات البحرية. فمشى 16,000 كيلو، يعني دوب رجليه دي وقروح بقى في رجليه علشان يبشر. ابتدى لقاؤه مع المسيح وعنده 33، من 33 ل 36 الفترة اللي هي تقابل وتحول ومراحل الصحراء ورجع، ابتدى يخدم في ترسوس. وطلع بعد كده ثلاث رحلات أو رحلتين تبشيريتين. الرحلة الأولانية وعنده 49 سنة، 49 سنة
طلع أول رحلة 47 لـ 48 قعد سنتين لف فيها وقابل بقى فيها راح أنطاكيا وراح بلاد وتركيا لف لفة حلوة كده ورجع قعد سنة في أورشليم راح للرسل. بعد كده طلع رحلة تانية قعد 49 لـ 52 وبعد كده رجع طلع أفسس قعد 3 سنين وانتهى في حياته في روبا ودخل السجن. يعني ما تقول له ايه اديني بقى الكوريكولم بتاعك السي في بتاعك يا بولس اديني بقى الريزومي بتاعك تلاقي بقى يقول لك انا دخلت السجن مرتين طلعت مش عارف ايه ده ايه ده ايه عملت ده كله امتى ايه كل ده وانتهى بيه الامر في روما. ومن سجن روما كتب لنا الاربع رسائل المشهورين فيليبي افسس كولوسي وفيليمون كتب اجمل اربع رسائل منهم بقى ده كلايمكس أعلى نقطة في كتابته أفسس. أفسس دي بقى رسالة مش ممكن في البعد بتاعها. فدي حياة بولس بسرعة. طيب إيه رأيكم بقى نروح بسرعة؟ ما مش هنقدر نغطي. أنت بتقول لي غطي 89 إصحاح وربع 40% الإنجيل في بس تعالوا كده دوقان بسرعة كده دوقان كده سناك سريعة كده ناخد تك 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 كده نشوف كل رسالة. أول رسالة تفتحها روميا. روميا دي كاتدرائية الإيمان. روميا يعني الإيمان. عايز تتعلم الإيمان، عايز تتعلم التبرير، عايز تتعلم التقديس، عايز تتعلم النعمة، عايز تتعلم كل الإنسان الجديد، الإنسان العتيق، المعمودية، ده تلاقيه كله في روميا. وأي كاتدرائية تلاقي لها إيه؟ قدس أقداس، الهيكل، الكاتدرائية دي. قدس أقداس روميا، روميا 8. تقرأ روميا 8 قلبك كده يزقطط من كتر الكلام اللي في آخر جزء في روميا. جميل بقى بيقول لهم بصلي لكم لكي تعرفوا محبة تصور المسيح فيكم، تعرفوا بقى الطول والعرض والعلو، وتعرفوا محبة المسيح وتمتلئوا إلى كل ملء الله. وتروح لروميا 12 تلاقي كأنك كتب الموعظة على الجبل بس بلغته هو. فتقرأ روميا 12 تحس انك انا بشبه الكلام ده شفته فين، تلاقي ده كلام الموعظة على الجبل. فدي رسالة روميا 16 إصحاح. بعد روميا تقول كورنثوس الأولى. كورنثوس الأولى كانت الكنيسة بقى ابتدت تظهر في أمراض في الإيمان، وكورنثوس الأولى تعالج أمراض الكنيسة، كل مرض من أمراض الانقسام، الدينونة، أنا لبولس، أنا لبولس، الزنا، الزواج، العلل كلها بتاعت الكنيسة تعالجها كورنثوس الأولى. وتلاقي بقى في كورنثوس الأولى قيامة الأموات أكتر حتة بقى تتكلم على القيامة، وشكرا الله الذي يقودنا في موكب نصرته، وآيات جميلة جدا جدا في كورنثوس الأولى. وطبعا في كورنثوس الأولى تقف عند 12 13 14. 12 تكلمك عن المواهب بتاعت الإنسان، 13 تكلمك على المحبة، أجمل إصحاح اتكتب عن المحبة، 14 يكلمك عن المواهب والنعمة. بالثلاث إصحاحات دول جبارين، بس طبعا كلنا عارفين كورنثوس الأولى 13. طب وبعد كده كورنثوس الثانية تحس كده فيها بريحة المسيح، عشان كده يقولك فيها رائحة المسيح الزكية. يتكلمنا فيها عن النور، ما اشرق النور، يتكلمنا ازاي الإنسان عينيه تتفتح، يتكلمنا عن ألامه، يتكلمنا عن شدائته، يكلمنا كحزانة ونحن فرحين، كأن ليس لنا شيء ونحن نملك كل شيء. شوف العمق والدوبان. يكلمنا عن اختار السفر والضيقات. فتقرأ كورنثوس الثانية تحس كده أنك قربت جدا من المسيح. تطلع من كورنثوس الثانية تلاقي غلاطية. غلاطية رسالة إيمانية لليهود بيعالج فيها مشكلة التهود والناموس. وتقرأ غلاطية كأنك تحس أنا قريت الكلام ده فين، تلاقي فيه جمل كتير ما بين روميا وغلاطية متشابهين جدا جدا. ويقول لك في غلاطية بقى آيات جميلة، إن كنت أرضي الناس لا أكون بعد عبد للمسيح، لأنه بيدافع عن المسيح. لبسته من المسيح ويتكلم فيها عن المعمودية، ويتكلم فيها عن غلاطية 5 عن السلوك بالروح والسلوك بالإيه؟ بالجسد، وسمات الروح ومواهب أو ثمار الروح، ويكلمنا بقى عن المحبة والفرح والسلام، وينهيها بيقول لك بقى حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب يسوع المسيح. نطلع من غلاطية نخش على أفسس. أفسس دي بقى
لو طول أقراها كل يوم 6 إصحاحات أقراها، لو طول أقراها صبح وبالليل أقراها، لأن بتعيشك وبتدي لك فكر المسيح. أفسس عبارة عن إيه؟ جسد المسيح. بتكلم على الكنيسة، عليك وعليا، على تقنين العلاقة بيننا، على الكنيسة. عشان كده الكنيسة في صلاة باكر رحت واخدة أفسس أسألكم أنا الأسير في الرب. المقدمة بتاعت أفسس تقولك أن أنت مختار قبل إنشاء العالم، مبارك الرب الذي اختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون قديسين بالتبني، ويتكلم على التبني، ويتكلم في أفسس 2 على أجمل آية، لأننا نحن عمله 10، آية مشهورة قوي، يقولك لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله أعدها لكي ما نسلك فيها. يعني كل اللي احنا فيه ده، النعمة دي ربنا حضرها لينا قبل ما نتولد عشان احنا نعيش في القصة دي كلها. ويقول لنا فيها تعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، ويكلمنا فيها عن التجديد، ويكلمنا في آخر أفسس عن سلاح الله الكامل، خوذة الخلاص، ترس الإيمان، سيف. جميلة أفسس، جميلة، ممتعة 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 عن الجسد. طب مين رأس الجسد؟ المسيح. تلاقي بعد أفسس كولوسي، كولوسي تتكلم على الرأس، على لاهوت المسيح. أكتر رسالة شاورت على المسيح هي كولوسي. كولوسي بقت كلها تتكلمك عن المسيح. سوري، بعد أفدي دي يعني في ظهرها، لكن بينهم فيليبي. فيليبي بقى رسالة السجن، لما دخل السجن وضبط في المضبطة، وكان حاطين على رجليه خشب وإيديه مسكينه بسلاسل، يعني مش سجن عادي، ده السجن الداخلي المحطوط في المضبطة الداخلية. ويطلع بقى الزبد، زبد بولس كلها طلعت فيه فيليبي. يعني واحد مسجون متبهدل وبعد عنك قاعد رجليه مربوطة وإيديه في سلاسل، يطلع إيه؟ يطلع سخط، يطلع إيه اللي أنت بتعمله فيه ده؟ ده أنا سبت كل حاجة، ده إيه إيه؟ لكن يقول لك، أول يقول لك بقى رسالة الفرح. فرح إيه؟ إيه يا عم اللي أنت بتكتبه ده؟ لكن النعمة الغنية. يقول لك بقى فقط عيشوا كما يحق الإنجيل يسوع المسيح. يكلمنا فيه عن الوحدانية، يكلمنا فيه عن الفرح، يكلمنا افرحوا كل حين، وأيضا أقول افرحوا. ويقول لنا في أفسس في 2، متأسف في فيليب 2، أجمل آية كل أباء الكنيسة وقفوا عندها، كيرولوس الكبير، باسيليوس، غرغوريوس، ذهبي الفم، تيجي أول ما تيجي 2 فيليب 2 دي من أول 5 لعدد 10، يتكلم عن، يطلع لنا كده مبدأ اسمه الكينوسس أو إخلاء الذات. الحتة دي بقى كل أباء الكنيسة كتبوا كتب قد كده في الكينوسس دي. شوف من كلمة الـ5 أعداء إيه هما؟ فليكن فيكم هذا الفكر الذي كان في المسيح يسوع، إذ لم يكن بعد في الهيئة، أخلى ذاته آخذا شبه عبد، أطاع موت حتى الصليب. دي سموها بقى الظاهرة دي إخلاء الذات، ودي مبدأ المسيحية، وده الكورنر ستون اللي الكنيسة واقفة عليه، ودي غاية الغايات في حياة المؤمن، إنه يتشبه بهذا الفكر بتاع المسيح. تقول لي بقى ما أنا عملته؟ يقول لك بص للمسيح اللي أخلى ذاته. وهو دي كانت الإلهام الكبير لكل أباء الكنيسة. ده في فيليبي. تكلمنا على كولوسي، البسوا كمختار الله أحشاء إن قمتم مع المسيح، إن كنتم قد قمتم. فكولوسي بقى يتكلم كله على المسيح، كله على المسيح، على المسيح. بعد كده تخش تسالونيك الأولى والتانية، أكتر رسالتين كده. وعلى فكرة دول أول رسالتين كتبهم، هم في الأواخر لكن في الترتيب هم في الأوائل. تكلموا دايما عن السماء وعن الزهور التاني وعن شكلنا وهيتغير إزاي ومش عارف إيه، والرب بصوت هتاف ويجي على السحاب. كل ده في تسالونيكي. وبعد كده كتب 3 رسائل لـ3 أشخاص، لتيموثاوس تلميذه الأولى والتانية، ولتيتوس، والفيليمون. دول الـ3 رسائل اللي كتبهم لأشخاص. تيموثاوس دي رسالة رعوية للكاهن، للخادم، للأسقف، إزاي بيختار، إزاي يعيش، إزاي كنيسة يتعامل مع الكنيسة، إيه مواهبه، يوعز إمتى، ما يوعز إمتى، يتكلم إمتى، يتحط عليه الإيد إزاي. كل ده في تيموثاوس الأولى والتانية. وقال لنا بقى فيها إن هو شاف إيه، ويقول لنا بقى وقت انحلالي قد حضر، أسكب سكيبا،
قد جاهدت الجهاد وأكملت السعي وحفظت الإيمان، والآن كتب لي وضع لي إجليل البر، مش لأنا بس، لكل الناس اللي هيعيشوا كده. ونفس الخط تلاقيها في تيتوس فيليمون، رسالة جميلة تبين قلب بولس الجميل ده. حكايتها بسيطة قوي. كان في عبد اسمه إنسيموس، كان عند واحد بتاع اسمه فيليمون وأهله، وسرق سيده وجري، وهو مسجون في روما قبله وقال له انت حكايتك ايه؟ حكى له، قال له لا ولا يهمك، ده انا اكتب لك رساله تروح بيها الوقت الفيليمون وتقول له اقبلني كما، ويقول له ده جميل جدا، طب ده حرامي وسارق، يقول له ان كان اخذ منك حاجه انا بولس انا اوفي، انا هدفع كل حاجه. وفعلا فيليمون يقبل إنسيموس ويتحول لتلميذ، ويبقى يوريك قلب بولس، قلب بولس المليان حب وغيره على كل انسان. واخر واحده العبرانيين دي بقى يقولوا انها مش بتاعته لكن هي بتاعته، طريقته كلامه ريحته حكايته لغته بتظهرك. ففي عبرانيين بقى يكلمنا على عبرانيين الايمان، ناظرين الى الرئيس الايماني، كلمنا عن قوه كلمه الله. جميله العبرانيين وفيها لاهوت تقيل شويه العبرانيين. فدي بسرعه ال 14 رساله بتوع معلمنا بولس الرسول. ناخد بقى سمات بولس، ليه المسيح كان بالنسبة له كده وكتب ايه؟ قلنا النعمة، كلم عن النعمة كتير قوي، تكفيك نعمتي، مش كده؟ تكفيك نعمتي حيث يكسر الاسم يكسر النعمة. تكلم النعمة وفهمنا يعني ايه النعمة، يقول لنا يا جماعة انتم معاكو قوة جبارة انتم ما بتستخدموهاش، معاكو هبة مجانية، معاكو قوة ربنا وحب ربنا قبول ربنا وغفران ربنا تبرير ربنا تقديس ربنا، ده كله سماه النعمة. يقول استمتع بالنعمة، ويقول لك في روميا النعمة التي نحن فيها ايه؟ مقيمون، قاعدين ساكنين فيها من بعد ما كنا اعداء صلحنا وصرنا بالنعمة. ويقول لك وسكب ربنا علينا فيض النعمة، يعني غرقنا بنعمته، غرقك بنعمته. اتكلم على الإيمان، اتكلم على الإيمان كتير قوي، وتكلم بيقول لك امتحن نفسك هل انت في الايمان، وتقرا بولس تحس بالرجاء، دي لك دايما رجاء انك مقبول انك محبوب، ان نعمه ربنا شايلاك، ان بكره احسن من النهارده، ان رغم المشاكل اللي في العالم، ما انت تطلع بره تبص النيوز ومش عارف ايه 620 680 700 مين هيزود بكره هيبقى 720 حاله، يجي لك اكتئاب والكوفيد والفاكسين والدلتا بس في هم قاعدين يتكلموا والدلتا واحنا معانا الالفا والاوميجا، يعني ما يهمناش الكلام ده يعني. لكن تقرا بقى بولس تحس في رجاء، في رجاء في الحياه الثانيه. ويقول لك ان كان لنا رجاء في هذا العالم فنحن ايه؟ اشقى جميع الناس. يعني لو كنت رجاءك بس حطه في الكوره الارضيه دي، ده انت بيقول لك you are the most pitiable person in the whole world. فرجائنا في مسيحنا، ويكلمك عن المحبه، ودايما تلاقي في بولس يتكلم عن ايمان رجاء محبه، هو دول راس مالك، راس مالك. يعني لما اطلع من العالم ده، لما كده ربنا يقول لي تعال قابلني خلاص وقتك على الارض خلص، هيقول لي معاك قد ايه ايمان، معاك قد ايه رجاء، معاك قد ايه محبه، هو ده غناك. شوف بقى انت غني ولا مش غني، اقول له طب انا معايا فلوس، ما يقول لي ما بتتعملش فيها فوق، طب معايا بيتكوين، يقول لي ما بنعرفوش، طب معايا ذهب، يقول لي ولا يلزمنا، طب عايز ايه يا رب، يقول لك عايز شوف ايمانك قد ايه، رجاءك قد ايه، محبه قد ايه. ويقول لك الايمان العامل بالمحبه. بولس منهجه تبشيري، تبشيري قبله ما نعرفش الحته دي، التبشير بتاعه ده اداله بعد. فعشان كده اي واحد بيبشر يدرس بولس، يدرسه ويحفظه. كان منهجه بسيط قوي، يروح عند الحته اللي الستات يبتدوا يتكلموا فيها، يروح يبتدي يفتح الكلام معاهم، يروح عند الحته اليهود يبتدي ينكشهم، وكلمة تجيب كلمة وياخدهم، وهو حجج اليهود بقى وحافظ الناموس، ويبتدي يدخلهم في الحتة دي يغرسهم، وهو ياخدهم كده زي ما هم ويحولهم للمسيح. منهجه في الصليب، وما كانش زي ما قلنا يعني يخاف من الصليب أو يكسف منه، بالعكس ده الصليب في حياة بولس قمة، قمة القمم، قمة القمم، ولازم يكون كده حياتك أنا وإنت. ما
نقدرش نتكلم على بولس من غير ما نيجي ناحية أعمال 20 من ميليتوس. دايما الكنيسة تقرأ الجزء ده في الإبراكسيس، ومن ميليتوس دعا قصوص الشيوخ الكنيسة وقال لهم أنتم تعرفون أن حاجاتي، وحكى لهم بقى الحكاية الطويلة بتاعت أفسس 3 سنين، وقال لهم انتبهوا سيأتي من بعد ذئاب لا تشفق عن الرعية، فضة وذهب لم آخذ، يداي خدمتها هاتين يدان، ووقع على عنقه وقبلوه. فخطاب من ليتس 20 ده كل خادم لازم يحفظه، لازم يحفظه عن ظهر قلب، وزار كل الناس وما خدتش حاجة من الناس. يعني منهج كبير جدا. بداية حياته ألم مش كده، ونهاية حياته ألم في روما. يبقى ابتدى بألم وانتهى بألم. الغيرة بتاعت بولس، من يضعف وأنا لا ضعف، من مش عارف إيه وأنا لا إيه، وددت أن أكون محروما من أجل أن، يعني كان نفسه يتحرم علشان كلمة إنجيل. كان بقى الدينامو بتاعه أن أخذ الإنجيل ويرميه في كل حتة، يبدر الإنجيل في كل مكان. وده يعلمنا كخدام وككنيسة إن منهجنا هو الإنجيل، تبدر الإنجيل. خرج الزارع ليزرع، كنيسة بتقرأ لنا كذا مرة. فشغلنا كله إن إحنا نبدر كلمة الله، وملكش دعوة. ليس الغارس، مش هو اللي قال لنا برضو ليس الغارس ولا الزارع ولكن الله الذي ينمي. أنت اطلع أبدر، خرج الزارع ليزرع، أبدر الإنجيل في كل مكان. كلمنا عن حاجة اسمها الإنسان الجديد والإنسان العتيق، حكينا الحكاية، حكينا حكاية التجديد دي كنا ما نفهمهاش، لكن قال لنا التجديد بيحصل، وحكينا الحكاية دي كلها في كورنثوس وفي روميا. كلمنا عن التبرير والتجديد. يعني الكلام عن معلمنا بولس لا ينتهي. 89 إصحاح، 16,000 كيلو، 3 رحلات، بلاد هتخش السماء هتفرج على بولس ده جاب للمسيح قد إيه؟ ملايين. جاب للمسيح قد إيه؟ ملايين. ما كانش معاه آيباد، ما كانش معاه زوم، ما كانش معاه إنترنت، ما كانش معاه عربيات، كانش معاه تكنولوجي، لكن معاه كان معاه ايه؟ الروح قوي التهب. يقول لك لا تسكروا بالخمر التي هي الخلاعة، مش كده؟ ولكن ايه؟ امتلئوا بالروح. كان الروح القدس قوي في بولس، نار. يصلي يقول لك احني ركبتي، لذلك احني ركبتي لدى رب ابي الانوار. من يضعف وانا لا اضعف، في ضيقات، في سفر، في اسوان، في صلوات، في راجل قاعد يصلي ليل ونهار. لازم يطلع منه ده صياد نفوس جبار. اتقابل مرة واحدة مع المسيح، مرة واحدة، وهي المرة دي غيرت حياته، وقال له ماذا تريد يا رب أن أفعل. احنا فرحانين بمعرفتنا في الكلام القديس العظيم بولس. اتمنى ونصلي ان الكنيسة تعيش زي ما بولس عاش. الكنيسة دي محتاجة تعيش زي ما بولس عاش بأقل الإمكانيات. الموضوع مش إمكانيات خالص خالص، مش دعوة بالإمكانيات أبدا، ولا بالفلوس، ولا بالمباني، ولا بالتكنولوجيا، ولا بالغنى، ولا بالفقر، ولا بالمعرفة، ولا بالفلسفة، ولا بأي حاجة. اللي احنا قاعدين النهاردة نلف في دوائر. الموضوع محتاج إنسان صادق يحفظ كلام الله ويعيش حسبه ويصلي ويتوب ويقول له ارسلني ارسلني، ويكتفي، وتشوف ربنا يعمل بيك ايه، تشوف النعمة، تصدق النعمة تعمل بيك ايه. ربنا ينفعنا كلنا بصلوات أمنا العذراء وشفاعتها، وصلاة وكلمات وحياة العظيم بولس الرسول، وصلوات أبائي في الكنيسة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد وأبد الأبد، أمين. هيا بونا أخذ بركة. فعلا منهج قديس بولس طويل وعميق، بس خدناه كده في إيه؟ في جرعة مركزة للغاية. يعني ممكن يكون كده في معلقة، ولكن فيها تركيز جميل ومتنوع. ربنا يخليك أبونا، يديم كهنوتك علينا، يديم محبتك ويزيدك نعمة. فضلوا هنصلي نصف الليل.
قوموا يا بني النور.